ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا للفقرة الطبية طبعا فقدان الوزن والالتزام بنظام غذائي معين ده أو بمعنى أدق يعني اتباع دايت ما بتبقاش دايما فكرة مستحبة لكتير من الناس وده بسبب طبعا حاجات كتير أولا الفترة الطويلة الواحد بيتحرم منها من نوعيات يعني معينة من الأكل اللي بيحبها وإننا كمان يعني بناكل كميات قليلة الوقت الطويل اللي بيمر بينا عقبال ما بنوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها طبعا الاوقات كتير ساعات بنحس انه النتيجة بتكون اقل من الوقت الطويل اللي احنا عانينا فيه علشان نوصل للجسم الكويس والنتيجة اللي احنا بنرجوها يعني النهاردة طبعا دكتور ريهام الحياوي هتتعامل معنا وهتكلمنا وهتجاوبنا على أسئلة أنا شخصيا عندي جزء من هذه الأسئلة في السكريبت دلوقتي فهي هتكون مشرفاني من وريني. دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية واللي هتكلمنا عن إزاي نقضي على المشكلة دي ونتعامل معها بشكل صحي من غير حرمان من غير ما نضر صحتنا خلينا أرحب بضفتي الموجودة اللي موجوده معايا النهارده دكتور ايهام شرفتيني ونورتيني رو... يعني انا سعيده جدا جدا وخصوصا ان انا معاكي بجد <applause> بحب المحتوى اللي انت دايما بتقدميه <applause> وطبعا كل سنه طيبه وكل مشاهدين يعني و... بالف صحه وبالف صحة خير يعني مناسبات الحمد لله الجميله كلها الحمد كتير لله. رمضان وشم النسيم والعيد الحمد طبعا كلها لله. قنابل موقوطه هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله اكيد طيب بصي بقى انا دلوقتي أول حاجة أكتشفها أحيانا كده الواحد يشوف حد من أصدقائه فيلاقيه هو كويس هو ثابت م. هو مش حاسس إنه زايد أوكي. فيقول له ايه ده انت كويس جدا إنت رائع بس هو إحساسه النفسي والشخصي م. هو عارف إنه هو زايد وزنه مظبوط تمام طيب مزبوط. احنا ال ال القصة دي بيختلط علينا فيها الأمر ليه ونقدر بقى. نكتشف ده إزاي هقولك بقى إحنا عايزين نتفق مع بعض على حاجة أنا م. شوية من الدكاترة اللي عيانيني الحمد لله بيشوفوني من الشخصيات المرنة مرنة آه شديدة إيه. معاهم بس مرنة يعني إيه؟ Thank انا بقتنع ان احنا عندنا شق نفسي كبير جدا صحيح. كلنا هو ده اللي بيدفعنا لكل حاجه ان انا اخد عندي عزيمه واراده اكمل على دايت ان انا لو باخد دواء او حاجه هتفيدني ان انا التزم بيها واكمل عليها لان مم. خلي بالك الالتزام بالاشياء بقى شيء صعب قوي في الضغوطات اللي احنا عايشينها صحيح نظرتي لنفسي في المرايه ده شيء مهم جدا مم. نظره الناس ليا شيء مهم جدا فخلي بالك دي كلها العوامل اللي الشخص بيقرر بيها الهدف بتاعه انت ممكن تكوني شايفه نفسك انا كدكتور انا شايفه نفسي جسمي كويس جدا مم. بس في ناس اخرين موصلين لي ايمج زوجي مثلا مم. بنتي مم. اي حد ليني. اه مغبور. في بتوصل مش الزوج بس دلوقتي مشاكل الطفل يقول لمامته يا مامي انا عايزك تبقى رفيعه زي مامة فلان عشان لما تيجي في المدرسه صحيح. في نعمل النشاط الفلاني يبقى شكلك كذا فعايزه أقولك الحاجات والضغوطات اللي على المراه وعلى الرجال على فكره صح حقيقة. كتير فدي بقى فيها جزء كبير بقيت اقول لكل المرضى بتوعي او العملاء يا جماعه اللي انت حاسه هو ده المثالي هنتكلم في الطب دلوقتي وهنتكلم على الحسابات الطبيه طبعا ده لا غنى عنها أكيد. بس انت تقفي قدام المرايه انا دكتوره ريهام قايله لك انت التارجت بتاعك هدفك 20 كيلو م. 20 كيلو دي دكتوره ريهام قررتهم بناء على ايه ان احنا عندنا بقى طبيه نشوف عظيمه في سكيل صحيح. عندنا الوزن المثالي في حاجه اسمها مؤشر بي ام اي ده م. المؤشر معادله بنحسبها أوكي. بيطلع طولنا ووزننا بالظبط آه. بيطلع لنا رقم الرقم ده لما هنعمله هيقول ان حضرتك في الجزء المثالي اللي هو من 20 ل 25 مم. ولا من 25 ل 30 انا عندي زياده في الوزن انا مش تخينه مم. بس انا عندي زياده عن الوزن الطبيعي مم. ولا من 30 ل 35 انا ابتديت ابقى مريضه سمنه مم. طب من 35 ل 40 انا مريض سمنه مزمنه تؤدي الى امراض مزمنه اللي بعد الشر الله. بتؤدي الى الوفاه زي مم. السكر الضغط الكوليسترول الحاجات الكتير بقى اللي احنا للاسف ما بقتش مقتصرة حتى على سن معين دلوقتي بقت اعمار كتير جدا شباب صغيرين, صغيرين عندهم السكر من نوع بالظبط كده مرحله كده. كده. المراهقه بالظبط كده فبالتالي انا بحسب زي ما قلنا طولنا ووزننا ونحطه في المعادله دي انا كدكتور هبتدي اقول لحضرتك انت عندك زياده في الوزن لا عندك سمنه واقول لك هدفي انا كدكتور انت عشان تبقي في المثالي المثالي كل حاجه رينج طبعا برده فاحنا عندنا المثالي انا مثلا هقول لك المثالي بتاعك من 60 ل 65 كيلو انت كده في الرينج المثالي أوكي. انت هتقفي بعد ما توصلي النتيجه اللي انا هنحققها سواء ان انا هاخد حاجه مساعده من المكملات الغذائيه او همشي على نظام دايت فقط او هكتفي برياضة كل شخص برده على حسب, حسب طبيعته طبعاً. واسلوب حياته وده شيء بيفرق معانا جدا صح بعد ما هنعمل كل ده هقول لك انت الرينج بتاعك كذا انت وصلتي لوزن ال 70 حتى مش ال 65 يا دكتور انا مبسوطه بنفسي في المرايه شكل آه. اللبس عليا حلو ونفسيتي حلوه م. مش عايزه اكتر من كده م. في حد بيوصل لل 60 لا انا مش راضيه انا حاسه ان انا لا لسه عندي هدف وعايزه اخس اكتر فبالتالي زي ما قلنا احنا بنقول الاحساس النفسي والعامل النفسي ده مهم. جدا 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 صدقيني النفسيه بقت في حياتنا ليها دور كبير جدا جدا وهنتكلم بالتفصيل بقى كمان ان النفسيه يعني نقص التغذيه والحاجات الغلط كتير العادات السيئه اللي احنا بنعملها اه ده هنتكلم يعني عنه ل.